Good morning, third grade. Good morning, ثالث. How are you, miss? Are you okay? Are you fine? Okay, ثالث, خلينا نرجع على كتابنا. البيوبلز بوك, بيج نمبر 54. على قاعدة إيش عندنا؟ شو أخذنا؟ الكاونتبل وأنكاونتبل. ورح نسأل في عن أسئلة بهاو ماتش وبهاو ماني. نبدأ مع بعض. أوكي ثالث, إحنا أخذنا قاعدة الهاو ماني وهاو ماتش. عندي هاو ماني, عندي هاو ماني, وإيش في عنا كمان؟ هاو ماتش. هاو ماني وهاو ماتش حكينا. هاو ماني بتيجي مع مين؟ مع الاسم المعدود. هاو ماني مع مين؟ مع الاسم المعدود. هاو ماتش بستخدمها مع ايش؟ الاسم الغير معدود. هاو ماتش بستخدمها مع مين؟ مع الاسم الغير معدود. حكينا الاسم المعدود, الاسم المعدود هو الاسم اللي له جمع ومفرد, اوكي, بضيف له اس الجمع. اما الاسم الغير معدود هو الاسم ايش؟ ما بضيف له اي شيء. وحكينا انه الاسم المعدود, الاسم المعدود ايش ماله؟ بيكون بياخذ ايش عندنا؟ ار. ايش ماله؟ بياخذ عندنا ايش يا ثالث؟ ار. اوكي, خلينا يا ميس نحل مع بعض. بحكي لنا ميك كويستشن اند انسر. بدنا نعمل اسئله, بدنا نعمل كويستشن يا ميس للموجود عندك هون. طبعا رح اعمل كويستشن بهاو ماتش وبهاو ماني. رح اعمل كويستشن بهاو ماتش وهاو ماني. نبدا في السؤال الاول. بحكي لنا, خلينا نعدل الموبايل. اوكي, هاو ماتش تشيكن از ذير؟ هاو ماتش تشيكن از ذير؟ دجاج. بحكي تشيكنز ولا تشيكن؟ عندك هون تشيكن. هاو ماتش تشيكن, ايش مالها تشيكن؟ ايش مالها تشيكن؟ هاو ماتش غير معدود. هاو ماتش تشيكن از ذير؟ ذيرز ا لوت, في عندنا ا لوت. اوليفز زيتون, ايش بسأل عنه الاوليفز؟ ايش بسأل عنه الاوليفز؟ جمع, بجمعه بهاو ماني. ايش بسأل عنه؟ هاو, how many olives؟ إنها مجموعة, شو رح تاخد؟ is ولا are؟ are. are there, how many olives are there؟ إيش كم عدد الأوليفز اللي عندي هون؟ بحكي there are a lot. إيش بحكي؟ there are a lot. there are, إيش عندي؟ a lot. Spanish, سبانخ. سبانخ إيش مالها؟ اسم غير معدود. سبانخ مالها؟ غير معدود. هايها غير معدود. غير معدود حصل عنها بأيش يا ميس؟ بهاو ماتش. هاو ماتش سبانش إز ذير؟ إنه غير معدود, إيش رح استخدم؟ إز ذير. شو بجاوب؟ ذير, ذيرز أ لوت. أنا إيش بدنا نجاوب؟ بذيرز أ لوت. There's a lot. Mushrooms, الهول. Mushrooms. Okay. بنكمل, عنا mushrooms. جمع. معناته إيش يكون عندك؟ معدود غير معدود؟ معدود. شو بسأل عنها؟ بهاو ماني. How many mushrooms؟ إيش معنا؟ Are there. بحكي there's a lot. There are, sorry. There are a lot. هلا انا اللي بدي اياك تفهمه يا مس, تفهم لي اياه في القاعده, انه انا اللي بدي اعرفه انا في كل الدرس هذا, ايش بهمني هاو ماني وهاو ماتش؟ ايش بيجي معهم؟ اسم معدود ولا غير معدود؟ وايش بيجي وراهم؟ از ذير ولا ار ذير؟ المعدود, الاسم المعدود, ايش تاخذ؟ تاخذ ار ذير. ولا الاسم الغير معدود ايش ياخذ؟ از ذير. ماشي مس؟ أنا هذا اللي بهمني, أنا هذا اللي بهمني من الدرس هذا, من التمرين هذا يا تالت. أوكي مس؟ طيب مس, رح نفتح كتابنا الورك بوك بيج نمبر 42. Open your workbook page number 42. طلع عندك على على البيكتشرز وبدنا نجاوب. How many tomatoes are there؟ طبعا tomatoes معدود, معدود شو بياخذ؟ how many. وإيش بتاع how many tomatoes are there؟ there aren't many. There aren't many. How much pasta is there؟ إذن باستا إيش مالها؟ غير معدود.
ماشي. How much pasta is there؟ إيش كم عدد الباستا is there؟ شو بدي أجاوب أنا؟ There is a lot. There's a lot. رح أوصلها مع there's a lot. How many biscuits are there؟ هو كم عدد البسكويتس are there؟ شو بدي أجاوب؟ There are a lot. لأنه أنا جبت R أكيد رح أجاوب R. How many cheese؟ cheese غير معدود. Is there how many cheese is there؟ شو بدي أجاوب؟ There isn't much. ما في كفاية. هلا أنا اللي بهمني هون ترتيب السؤال. Make a question and answer. أعمل سؤال وإجابة. السؤال الأول. She's much. How is there? How much is there? Okay. Number two. Isn't there much? بحكي. There isn't much. There isn't much. نبدأ. Many are there tomatoes? How? شو بحكي? How many? Tomatoes are there. طيب. Lot there are. شو بحكي? There are a lot. Okay. Draw your own pizza. ارسم البيتزا تاعتك. Then write about it. بدك تكتب. شوفي عليها. There's a lot of ash. There aren't any. ما فيها. I don't like. ما بتحب كذا. There is ولا there are. مثلا بدك تكتب لي هون. إشي معدود وإشي غير معدود. أوكي؟ ماشي يا مس؟ بدك تحله لحالك وتبعتي صورة الحل. ويعطيكم ألف عافية تالت. يعني أنت هون بدك تحل ترسم بيتزا. There's a lot. إيش موجود عندك مثلا؟ A lot of إيش؟ cheese. There's a lot of cheese. ها. حلو معك. There aren't ما في any olives. ما في عليها olives. زيتون. I don't like olives. There are. إيش في عليها مثلا؟ There are. أعطيني إيش في بتحب أنت تكون على البيتزا. There are mushrooms. في عليها إيش في عندنا مثلا؟ There are mushrooms. أكتب لي هون mushrooms. Mushrooms. There. يلا كمان إيش في يحكي عنا كمان فيها. There is ولا there isn't. بدك تكتب لي there isn't. إيش ما في عليها البيتزا تاعتك. أوكي. نعطيكم ألف عافية.